بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم على ثالث محاضره لينا في الكورس بتاعنا اللي هو اسمه Principles of Manufacturing and Workshop. العنوان الكبير للمحاضره بتاعتنا والمحاضرات الجايه باذن الله اسمه Bulk Deformation Process in Metalworking. وبعد ما بنخلصه هناخد الايه، مش Bulk Deformation Process، هناخد الشيت ميتال بروسيس، تمام؟ لكن دي اول محاضره في Bulk Deformation Process in Metalworking. المحاضرة دي بعنوان Rolling and Related Process، يعني عملية الدرفلة والعمليات اللي ليها علاقة بيها. أول حاجة بإذن الله عايزين نتكلم عليها في محاضرة النهاردة، هنتكلم على جزئية Introduction، بعد كده هنتكلم على Flat Rolling and Its Analysis، يعني إيه Flat Rolling ويعني إيه نحسب حساباته إزاي. تالت حاجة عايزين نتكلم على Shape Rolling، وهنتكلم عليها بالتفصيل معناها ايه وكل تفاصيلها. رابع حاجة عايزين نتكلم على الرولينج ميلز، وخامس حاجة هنتكلم بإذن الله على الأذر ديفورميشن بروسيس ريليتد تو رولينج. زي ما قلنا في الأوتلاين، أول حاجة هنتكلم عليها الانترودكشن. تحقق عمليات التشوه أو الديفورميشن بروسيس تغير ملحوظ في الشكل في الأجزاء المعدنية التي يكون شكلها الأولي كتلة أو بلك وليس صفائح اللي هي الشيتس. تشتمل أشكال البداية على أعمدة أو سلندريكال بارز وقضبان اسطوانية سلندريكال بيلتس وقضبان ريكتانجولار بيلتس وألواح مستطيلة أو ريكتانجولار سلابس وأشكال هندسية أولية مماثلة، يعني سيميلار إليمنتري جيومتريز. تعمل عمليات التشوه الكتلي على تحسين أشكال البداية أو الستارتنج شيبس وتحسين الخواص الميكانيكية في بعض الأحيان وإضافة القيمة التجارية أو الكوميرشال دائما. تعمل عمليات التشوه من خلال الضغط أو الستريسنج أو ستريسنج على المعدن بشكل كاف لجعله يتدفق بشكل بلاستيكي أو بلاستيكالي فلو إلى الشكل المطلوب. زي ما موجود قدامك في الصورة اللي على الشمال، دي سلندريكال بارز ودي الريكتانجولار بيلتس ودي بيلتس اهي بس سيركيولار بيلتس، وفي عندي كمان سلابس بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنتكلم على الحاجات دي بالتفاصيل السلايدز الجايه. دي الانجوت اللي هي بتنتج من عمليه صب المعدن في الارض مثلا، فبيطلع لي الانجوت دوت. الانجوت ده بقى بيدخلوه على مكنه الدرفله مثلا ويطلع السلابس، يطلع البيلتس، يطلع البارز، يطلع السيركيولار بيلتس، وهنشوف الكلام ده بالتفاصيل في السلايدز الجاي. يتم تنفيذ عمليات التشوه الكتلي كعمليات تشكيل على البارد والدافئ والساخن. يعتبر التشكيل البارد والدافئ مناسبا عندما يكون تغيير الشكل أقل حدة، وهناك حاجة لتحسين الخواص الميكانيكية وتحقيق تشطيب أو فينش جيد للجزء. يكون العمل على الساخن مطلوبا بشكل عام عند حدوث تشوه كبير في أجزاء العمل الكبيرة. تنبع الأهمية التجارية والتكنولوجية لعمليات التشوه الكتلي مما يلي: عند إجراءها كعمليات تشغيل على الساخن أو Hot Working Operations يمكنها تحقيق تغيير كبير في شكل جزء العمل. عند إجراءها كعمليات تشغيل على البارد أو Cold Working Operations يمكن استخدامها ليس فقط لتشكيل المنتج ولكن أيضا لزيادة قوتها من خلال التسلط الانفعالي أو السترين هاردنينج. هذه العمليات تنتج القليل من الهالك أو الويست أو لا تنتج أي هالك زي الباي برودكت كمنتج ثانوي للعملية. بعض عمليات التشوه الكتلي أو البالك ديفورميشن تكون قريبة من الشكل النهائي أو النت شيب أو عمليات الشكل النهائي النت شيب بروسيس، وهي تحقق الشكل الهندسي للمنتج النهائي مع القليل من التشغيل او الماشيننج اللاحق او بدونه. كل كلامنا اللي اتكلمنا عنه قبل كده ده كان بخصوص البالك ديفورميشن. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على الرولينج او عمليه الدرفله. الدرفله او الرولينج هي عمليه تشوه يتم فيها تقليل سماكه المعدن او الثيكنس بتاعه بواسطه قوه الضغط اللي هي الكومبريسيف فورسز التي يمارسها درفيلان متعارضان أو two opposing rolls. تدور الدرافيل كما هو موضح في الشكل لسحب المعدن وضغطه بينهما في نفس الوقت.
العملية الأساسية الموضحة في الشكل هي الدرفلة المسطحة أو الفلات رولينج، وتستخدم لتقليل سمك مقطع المستطيل. العملية وثيقة الصلة هي درفلة الشكل أو الشيب رولينج، حيث يتم تشكيل مقطع مربع في الشكل مثل كاميرا الاي بيم. زي ما موجود قدامك في الصورة اللي على الشمال، ده الدايركشن اوف ورك فلو. دي المعدن بيخش من هنا، ودي الدرافيل اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الرولز. دي عملية درفلة، في واحد فيهم بيلف كاونتر كلوك وايز والتاني بيلف كلوك وايز، وده الدايركشن اوف ورك فلو. تمام، الثيكنس بيبقى هنا عالي، اما بيعدي ما بين الدرافيل الثيكنس بيبقى يقل. تمام، ده فيديو للعملية، ادي اهو السكنس عالي وبيعدي ما بين الدرفلين اللي بيلفوا عكس بعض. تمام، يطلع السكنس ايه؟ اقل. بص هنا قبل غير بعد. القبل شوف الجرينز كانت عامله ازاي، بعد بقت شكلها عامل ازاي. خلي بالك ان اساسا المعدن اللي هو الداخل في البدايه اللي هو الورك اللي مكتوب عليه الورك ده كان انجوت. انجوت ده يعني كان مسبوك، كان مصبوب في الارض مثلا، فمطلعين جزء حديد كبير مثلا على سبيل المثال. يبقى ده انجوت ويز نون يونيفورم جرين. الجرينز بتاعته لو شفناها تحت الميكروسكوب هنلاقيها نون يونيفورم. تمام، تاخد بالك بقى لما عملنا لها عمليه رولينج، ده كان قبل، دي عمليه هوت رولينج. تمام، يعني تشكيل على الساخن او درفله على الساخن. ده راوت برودكت ويز لارج جرينز، بيبقى الجرينز بتاعته كبيره زي الانجوت كده بالظبط، لكن بعد ما بيتعمل له عمليه درفله الجرينز بتقل. بص الجزء ده الديفورمد الونجيتد جرين، بص الجرين بتطول. ماشي، في كمان حتت صغيره كده، دي نيو جرينز فورمينج، ودي برده نيو جرينز، جرينز صغيره. وده بعد ما ايه المعدن بيوصل لدرجة حرارة الايه اللي هو بيتشكل فيها بعديها، يعني قبل درجة حرارة التشكل اللي هي الريكريستاليزيشن كومبليت. طبعا الريكريستاليزيشن كومبليت ده تحت الريكريستاليزيشن تمبريتشر اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت. فده الراود برودكت ويز سمول يونيفورم جرينز، بص الجرينز بعد ما تمت عملية الرولينج على الجزء المعدني. تتطلب معظم عمليات الدرفلة رأس مال كبير للغاية، وتتطلب أجزاء ضخمة من المعدات، تسمى ماكينة الدرفلة أو الرولينج ميلز لأداء هذه العمليات. تتطلب تكلفة الاستثمار المرتفعة استخدام الماكينات للإنتاج بكميات كبيرة من العناصر القياسية أو الستاندردز، مثل الألواح اللي هي الشيتس والباليتات اللي هي البليتس. يتم تنفيذ معظم عمليات الدرفلة عن طريق التشكيل على الساخن الهوت ووركينج، المسماة بالدرفلة على الساخن اللي هو الهوت رولينج، بسبب الكمية الكبيرة من التشوه المطلوب. يكون المعدن المدرفل على الساخن أو الهوت رولد ميتال خاليا بشكل عام من الضغوط المتبقية اللي هي الريزيدوال ستريسز، وخصائصه متباينة أو ايزوتروبيك، متباينة الخواص. أما عيوب الدرفلة على الساخن فهي إن المنتج لا يمكن الحفاظ عليه لتفاوتات قريبة، والسطح عليه قشرة أو سكيل من الأكسيد أو اللي هي أوكسيد سكيل. توفر صناعة الصلب أو الستيل ميكنج التطبيق الأكثر شيوعًا لعمليات ماكينات الدرفلة أو الرولينج ميل. يوضح تسلسل الخطوات في ماكينة درفلة الصلب أو الستيل رولينج ميل تنوع المنتجات المصنوعة، تحدث خطوات مماثلة في الصناعات المعدنية الأساسية الأخرى. يبدأ العمل كسبيكة صلب مصبوبة اللي هو الكاست ستيل انجوت اللي اتكلمنا عليها السلايد اللي قبل اللي فاتت. الكاست ستيل انجوت أو سبيكة صلب مصبوبة تجمدت للتو، تجمدت يعني سولديفايد. بينما لا تزال ساخنة يتم وضع السبيكة الانجوت في الفرن، حيث تبقى لساعات عديدة حتى تصل إلى درجة حرارة موحدة أو uniform temperature طوال الوقت، بحيث يتدفق المعدن يحصل له فلو باستمرار أثناء الدرفلة. بالنسبة للصلب اللي هو الستيل، تبلغ درجة الحرارة المطلوبة للدرفلة حوالي 1200 درجة مئوية.
تسمى عملية التسخين بالنقع اللي هي السوكينج، وتسمى الأفران التي يتم التسخين فيها بأفران التشريب الحراري اللي هي السوكينج بيتس. السوكينج بيتس اللي هي أفران التشريب الحراري. من النقع اللي هو السوكينج يتم نقل سبيكة المعدن المصبوبة اللي هي الإنجوت إلى ماكينة الدرفلة أو الرولينج ميل، حيث يتم درفلتها في واحد من ثلاثة أشكال وسيطة تسمى البلومز أو القضبان اللي هي البلتس أو الألواح اللي هي السلابس. يحتوي قوالب المعدن المصبوب اللي هي البلومز على مقطع عرضي مربع 150 في 150 ملي أو أكبر. يتم درفلة اللوح اللي هو السلاب من سبيكة معدن مصبوب اللي هو الإنجوت أو قالب معدن مصبوب اللي هو البلوم، وله مقطع مستطيل بعرض 250 ملي أو أكثر وسماكة 40 ملي أو أكثر. يتم درفلة القضبان البلتس من قوالب المعدن المصبوب اللي هو البلوم، ويكون مربع بأبعاد 40 ملي على جانب أو أكبر. يتم بعد ذلك درفلة هذه الأشكال الوسيطة في أشكال المنتج النهائي. يتم درفلة قوالب المعدن المصبوب اللي هو البلومز إلى أشكال هيكلية وقضبان ريلز لمسارات السكك الحديدية اللي هي الريل رود تريكس. يتم درفلة القضبان اللي هي البلتس المعدنية إلى أعمدة بارز وقضبان رودز. هذه الأشكال هي المواد الخام أو الرو ماتيريالز للتشغيل أو الماشينينج وسحب الأسلاك والحدادة وعمليات تشكيل المعادن الأخرى. يتم درفلة البلاطات اللي هي السلابس إلى باليتات اللي هي البليتس وألواح شيتس وشرائح ستريبس. تستخدم الألواح المدرفلة أو المدلفنة على الساخن في بناء السفن والجسور والغلايات والهياكل الملحومة لمختلف الآلات الثقيلة ولمواسير والأنابيب والعديد من المنتجات الأخرى. يوضح الشكل بعض منتجات الصلب المدرفلة. في السلايد دي هنتكلم على الستيل برودكتس ميد ان اي رولينج ميل، يعني المنتجات الحديدية اللي بتصنع باستخدام ماكينات الدرفلة. بص ده البلوم، بص بيبقى شكله عامل كده وموجود عندك في الصورة. ادي البلوم موجود عندك في الصورة، دي البلومز. البلومز دي لما بنحطها في مكنة الدرفلة بتطلع لنا structural shapes، تطلع لنا اي بيم او ريلز بالشكل ده كده. ادي الاي بيمز في الحقيقة، تمام. عندي برضو في سلابس بالشكل ده، دي سلابس اهي السكنس بتاعها بيبقى عالي جدا، فبدخلها مكنة الدرفلة عشان تطلع لي بليتس باليتات السكنس بتاعها اقل، او شيتس، دي شيت ميتالز، شيت صاج، وادي صاج اهو ملفوف. الصاج الملفوف ده بنسميه الكوينز، وكمان الصاج الملفوف ده بيبقى فيه عرض اصغر من العرض ده، الويتس بتاعه بيبقى اقل، فدي بنسميها الستريبس. بتتقطع من مكنة اسمها مكنة التشريح الصاج. دي عندنا البلتس، بص شكلهم عامل كده. البلتس دي بندخلها في مكنة الدرفلة عشان تطلع لنا بارز او رودز. بص ادي طالعة اهي بارز، ده ساعات بنسميه حديد ترمسيون، موجود يعني بالاسم ده في السوق. وكمان ممكن ايه البلتس دي تطلع لنا وايرز بالشكل ده كده، وبرده بيتباع، بيستخدموه بتوع مدني في الانشاءات وكده. برضو حابين نأكد على السلايد اللي فاتت دي، بيتم هنا continuous casting or ingot، يبقى في ايه اللي هو عملية الصب المستمر، بتطلع لنا الانجوت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. الانجوت دي بقى بتتصب في ايه، في سلاب او بلت او بلوم اللي احنا اتكلمنا عليهم السلايد اللي فاتت. ادي دي السلاب، دي البلت، ودي البلومز، تمام. طيب السلاب بنعمل بيها ايه؟ السلاب لو دخلناها في مكنة الدرفلة بالشكل اللي فوق ده، تمام، نطلع ايه في الاخر؟ نطلع كولد ستريب، نطلع شرايح زي اللي احنا قلنا عليها قبل كده. طيب برضو لو دخلتها في مكنة الدرفلة بالشكل ده كده، بتطلع حاجة اسمها سكيلب. السكيلب دوت بقدر ان انا ادخله
between two rolls بالشكل ده كده، فيطلع لي welded pipe. يعني هو بيلف لي السكيلب ده اللي هو طالع من السلاب، بيلفه لي فياخد لحام في جنب، فتبقى ايه مواسير كبيرة فيها لحام، لحام طولي. السلاب برضو ممكن ادخلها على درافيل اطلعها بليت باليتات، وكمان الباليتات دي ممكن ادخلها على درافيل اقل الثيكنس بتاعها اطلعها ستيل بليتس، او ممكن تطلع شيتس كمان. تمام. طيب البليتس برضو بدخلها على درافيل اقدر اطلع ايه هوت رولد بارز ورودز. تمام. ولما يطلعوا اقدر اشدهم اطلع منهم سلك زي كده اللي هو كولد جون بارز، بطلع منهم واير اند الواير برودكتس حاجات زي كده، وممكن استخدم الرود اللي طلع ده ان انا اعمل له عمليه هنتكلم عليها بعد كده اسمها عمليه بيرسينج، فاطلع سيمليس بايبس يعني اطلع مواسير ما فيهاش لحامات طوليه. البلوم برضو بعد ما بدخله على الدرافيل ممكن اطلع منه بقى ايه structural shapes، اي بيم اطلع منه ريل بالشكل ده كده. تمام. غالبا ما يتم اجراء المزيد من التسطيح او الفلاتنينج للباليتات اللي هي البليتس والالواح الشيتس المدلفنه او المدرفله على الساخن عن طريق الدرفله على البارد من اجل تحضيرها لعمليات الصفائح المعدنيه او الشيت ميتال اللاحقه. تقوي الدرفله على البارد المعدن وتسمح بتفاوت او تولرانس اكثر احكاما للسمك. بالاضافه الى ذلك فان سطح الصفيحه او الصاج المدلفنه على البارد لا يوجد بها قشور اللي هي السكيل اللي هي الاوكسايد سكيلز، ومتفوقه بشكل عام على المنتج المدلفن على الساخن المقابل. هذه الخصائص تجعل الالواح المدلفنه على البارد والشرائط اللي هي الستريبس والملفات اللي هي الكويلز مثاليه للمدموغات او الستامبنجز والالواح الخارجيه الاكستيريور بانلز واجزاء اخرى من المنتجات التي تتراوح من السيارات الى الاجهزه والاساس المكتبي. في جزئيه تاريخيه عن الدرفله عايزين نتكلم عليها بسرعه كده، او الهيستوريكال نوت اون رولينج. يعود درفله الذهب والفضه بالطرق اليدويه الى القرن الرابع عشر. صمم ليوناردو دافنشي واحده من اولى ماكينات الدرفله او الرولينج ميلز في عام 1480، ولكن ليس من المؤكد أن يكون تصميمه قد تم بناؤه على الإطلاق. بحلول عام 1600 تقريبا تم إنجاز درفلة الرصاص والقصدير على البارد في ماكينات درفلة تعمل يدويا. بحلول عام 1700 تقريبا كان يتم درفلة الحديد على الساخن في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والسويد. تم استخدام هذه المصانع لدرفلة قضبان بارز الحديد إلى صفائح أو شيتس. قبل هذا الوقت كانت الدرافيل أو الرولز الوحيدة في صناعة الصلب أو ستيل ميكينج هي درافيل التشريح أو السليتنج ميلز، أزواج من الدرافيل المتقابلة ذات جلب أو كولرز أو أقراص القطع الكاتنج ديسك المستخدمة لشق أو سليتنج للحديد والصلب إلى شرائح ستريبس ضيقة لصنع المسامير والمنتجات المماثلة. لم يكن الغرض من ماكينة التشريح أو السليتنج ميلز تقليل السماكة. تعود ممارسة الدرفلة الحديثة إلى عام 1783 عندما تم إصدار براءة اختراع في إنجلترا لاستخدام درفلة محززة أو جروف درولز، درافيل محززة أو جروف درولز لإنتاج قضبان حديدية. خلقت الثورة الصناعية طلبا هائلا على الحديد والصلب مما حفز التطورات في الدرفلة. بدأت أول ماكينة درفلة أو ميل لقضبان السكك الحديدية في عام 1820 في إنجلترا. تم درفلة أول كامر أي بيم في فرنسا 1849. بالإضافة إلى ذلك زاد حجم اللي هو السايز وسعة الكباسيتي لماكينات الدرفلة بشكل كبير خلال هذه الفترة. الدرفلة هي عملية تتطلب مصدر طاقة كبير جداً. تم استخدام عجلات المياه أو الووتر ويلز لتشغيل ماكينات الدرفلة حتى القرن الثامن عشر. زادت المحركات البخارية أو الستيم انجنز من سعة ماكينات الدرفلة حتى بعد عام 1900 بوقت قصير عندما حلت المحركات الكهربائية
أو الإلكتريك موتورز محل البخار. تاني جزئية هناخدها دلوقتي هي مهمة جدا، اللي هي الفلات رولينج اند ايتس اناليسيس، اللي هي الدرفلة المسطحة، وهناخد الحسابات بتاعتها بالتفصيل. تشمل الدرفلة المسطحة أو الفلات رولينج درفلة البلاطات والشرائح والألواح والبلتات، وهي أجزاء عمل ذات مقطع مستطيل يكون العرض فيها أكبر من السماكة. يتم ضغط المعدن بين درفلين بحيث يتم تقليل سمكه بمقدار يسمى الدرافت. يبقى الدرافت ده هو مقدار اللي انت عايز تقلله في المعدن، هو داخل بسكنس معين وانت عايز تخرجه بسكنس مختلف، يبقى الدرافت الفرق ما بين الاتنين. تمام؟ طيب الدرافت ده بنرمز له بجي دي سمول بيساوي التي او. التي او دي اللي هي السكنس قبل ما يحصل له عملية رولينج، والتي اف اللي هي الفاينل السكنس بعد. تمام؟ يبقى الدرافت دي عندي بالمليمتر او بالبوصة، والتي او دي او التي نوت هي سماكة البداية او الستارتنج سكنس، ودي برضو بالمليمتر او بالبوصة بالانش، وعندي التي اف هي السماكة النهائية او الفاينل سكنس، دي بالمليمتر او البوصة. ادي عندك تو رولز اهم، ده درفيل وده درفيل تاني، ده بيلف كاونتر كلوك وايز وده بيلف كلوك وايز. تمام؟ ده الستارتنج سيكنس اللي هي التي نوت، وادي ده الفاينل سيكنس. اللي عندي المعدن بيخش بانيشال سبيد او ستارتنج سبيد، ودي الفاينل سبيد. تمام؟ يبقى ايه اما اطرح ده من ده، السيكنس الكبير ناقص الصغير، ده بيطلع لي حاجة اسمها درافت اللي هي الدي. تمام؟ بالإضافة إلى تقليل السمك، فإن الدرفلة عادة ما تزيد عرض العمل أو الويث بتاع معدن العمل، هذا يسمى الانتشار أو السبريدنج، ويميل إلى أن يكون أكثر وضوحا مع نسب العرض إلى السمك المنخفضة أو اللو ويث تو سيكنس ريشيوز، ومعاملات الاحتكاك المنخفضة أو اللو كوفيشنت اوف فريكشنز. يتم الحفاظ على المادة، أو ده مبدأ الكونسرفيشن اوف ماتر، لذا فإن حجم المعدن الذي يخرج من الدرافيل يساوي الحجم الداخل، فبنقول تي نوت دبليو نوت ال نوت بيساوي تي اف دبليو اف ال اف، حيث إن الدبليو نوت والدبليو اف هما عرض المعدن قبل وبعد العمل بالمليمتر أو البوصة، والال نوت والال اف دول هم أطوال المعدن قبل وبعد بالمليمتر أو البوصة. وعلى نحو مماثل، لابد أن تكون معدلات التدفق الحجمي للمواد متماثلة قبل وبعد، وعلى هذا فإن السرعات قبل وبعد قد ترتبط. فعندنا قانون تاني بيقول التي نوت في الدبليو نوت في الفي نوت بتساوي تي اف في الدبليو اف في الفي اف. احنا عرفنا ان التي دي اللي هي السكنس، والدبليو دي اللي هي الويتس، زي ما عرفنا قبل كده هنا ان ال اللي هي اللينس. طيب ال في دي حيث يكون ال في نوت وال في اف من بين سرعات المعدن الداخله والخارجه، فهي الفلوستي او السبيد. الرسمه اللي على الشمال دي بتوضح لنا اهو، ده العرض الدبليو نوت وده الدبليو اف، ده قبل وده بعد. عندي كمان الهايت ده اللي هو مكتوب الاتش نوت، دي اللي هي اساسا التي نوت السكنس اللي مكتوبه هنا التي نوت، وده التي اف. عندي هنا مكتوب الحتة دي L. تمام؟ عندي هنا دي الـ VF ودي الـ V نوت، دي الـ Velocity قبل ودي الـ Velocity بعد، وطبعا الـ VR دي اللي هي الـ Surface Velocity اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. تتلامس الدرافيل مع معدن العمل على طول قوس محدد بالزاوية U. كل درافيل له نصف قطر R، وسرعته الدورانية أو الروتيشنال سبيد تعطي سرعة سطحية أو Velocity Surface اللي هي الـ VR. هذه السرعة أكبر من سرعة دخول المعدن V نوت، وأقل من سرعة الخروج من الـ VF. يبقى الـ VR عندي ما بين الـ V نوت والـ VF. نظرا لأن تدفق المعدن مستمر، فهناك تغيير تدريجي في سرعة المعدن بين الدرافيل، ومع ذلك هناك نقطة واحدة على طول القوس حيث سرعة المعدن تساوي سرعة الدرافيل، وهذا ما يسمى نقطة عدم الانزلاق أو النو سليب بوينت، والمعروفة أيضا بالنقطة المحايدة أو البوينت
او النيوترال بوينت على جانبي هذه النقطة يحدث انزلاق او سليبنج والاحتكاك فريكشن بين الدرافيل ومعدن العمل. الصورة اللي على ايدك الشمال دي بتوضح الكلام ده، ادي الزاوية اللي هي الالفا دي اللي هو بيقصدها ان هي يو، ونص القطر اللي هو الار دي اللي هي السرعة السطحية او السيرفيس فيلوستي اللي هي الفي ار، الفي نوت دي اللي هي الانترنج سبيد او الانترنج فيلوستي، والفي اف اللي هي الاكزيتنج سبيد. هنا طبعا بيحصل ان في فريكشن فورس، تمام، ده طبعا مكانه هنا رولر زي اللي موجود فوق ده بالظبط، فالنقطة دي اسمها النو سليب بوينت، تمام. دي الانتري زون، ده البداية بتاعت الرولينج، وده الاكزيت زون، ده الرول جاب اللي هي الفجوة بتاعت الرول. يمكن قياس كمية الانزلاق او السليب بين الدرافيل ومعدن العمل بواسطة الانزلاق للأمام أو الفورورد سليب، وهو مصطلح يستخدم في الدرفلة يعرف الـ S equal VF ناقص VR على الـ VR، حيث أن S هي الانزلاق للأمام أو الفورورد سليب، والـ VF هي سرعة معدن العمل النهائية بالمتر في الثانية أو بالفوت بير سكند اللي هي الأدم في الثانية، والـ VR هي سرعة الدرفيل او السرعه السطحيه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، دي بتبقى بالمتر بير سكند او الفيت بير سكند برضو. ويعتمد الانفعالي الحقيقي او الترو سترين الذي يمر به معدن العمل في الدرفله على سمك الماده الخام قبل وبعد. يعني عندك هنا بص الترو سترين بيساوي لين السكنس قبل على السكنس بعد. يمكن استخدام الانفعالي الحقيقي لتحديد متوسط اجهاد التدفق او الافريج فلو ستريس اللي هو الواي اف بار اللي اتكلمنا عليها قبل كده، المطبق على ماده العمل في الدرفله المسطحه. فبنستخدم القانون ده، طبعا القانون ده احنا خدناه الشابتر اللي فات وقلنا ده بيزك وهنستخدمه في كل ايه البروسيس اللي احنا هناخدها بعد كده. فدي طبعا عمليه الرولينج، فهندخل فيها القانون ده معانا في الموضوع اللي هو قانون الـ Average Flow Stress. يستخدم متوسط إجهاد التدفق أو الـ Average Flow Stress لحساب تقديرات القوة الـ Forces والقدرة اللي هي الـ Power في الدرفلة. يحدث الاحتكاك في الدرفلة مع معامل احتكاك الـ Coefficient of Friction مع معامل احتكاك معين وقوة ضغط أو Compression Force للدرافيل مضروبة في معامل الاحتكاك، هذا ينتج عنها قوة احتكاك بين الدرافيل ومعدن العمل. على جانب مدخل نقطة عدم الانزلاق أو نو سليب بوينت تكون قوة الاحتكاك الفريكشن فورس في اتجاه واحد وفي الجانب الآخر في الاتجاه المقابل، ومع ذلك فإن القوتين ليستا متساويتين. تكون قوة الاحتكاك على جانب المدخل الأكبر بحيث تسحب القوة الكلية معدن العمل خلال الدرافيل، إذ لم يكن الأمر كذلك فلن تكون الدرفلة ممكنة. يوجد حد لأقصى غاطس أو درافت، الدرافت دي ساعات بنقول عليها غاطس لأن هي إيه الفرق ما بين التو سيكنس قبل وبعد، تمام؟ فالجزئية اللي هي الغطسانة دي بنسميها درافت. يوجد حد لأقصى درافت ممكن يمكن تحقيقه في الدرفلة المسطحة مع معامل احتكاك معين محدد من خلال الدي ماكس بتساوي ميو سكوير في الار، حيث ان دي ماكس هي اقصى درافت بالمليمتر او البوصة، وعندك طبعا الميو دي هي معامل الاحتكاك، والار هي نصف قطر الدرفيل بالمليمتر او البوصة. تشير المعادلة الى انه اذا كان الاحتكاك صفر فان الدرافت سيكون صفر وسيكون من المستحيل اتمام عملية الدرفلة. يعتمد معامل الاحتكاك في الدرفلة على التشحيم اللي هو اللوبريكيشن ومواد العمل ودرجة حرارة العمل. في الدرفلة على البارد تكون القيمة حوالي 0.1، في الدرفلة على الدافئ تبلغ القيمة النموذجية حوالي 0.2، ده احنا بنتكلم كل دوت على ايه الكوفيشنت اوف فريكشن. وفي الدرفلة على الساخن الام او الميو اللي هي الكوفيشنت اوف فريكشن في القانون اللي احنا خدناه السلايد اللي فاتت تساوي حوالي 0.4، ده في الدرفلة على الساخن. غالبا ما تتميز الدرفلة على الساخن بحالة تسمى الالتصاق أو الستيكينج، حيث يلتصق سطح العمل الساخن بالدرافيل الموجودة على قوس التلامس أو الكونتاكت أرك.
تحدث هذه الحالة غالبا في ضيفات الصلب والسبائك عاليات الحرارة. عند حدوث الالتصاق يمكن أن يصل معامل الاحتكاك إلى 0.7. نتيجة الالتصاق هي إن الطبقات السطحية للعمل مقيدة بالتحرك بنفس سرعة الدارفين اللي هي الـ VR، وتحت السطح يكون التشوه أكثر شدة للسماح بمرور القطعة من خلال الدرافيل. بالنظر إلى معامل الاحتكاك الكافي لأداء الدرفلة، يمكن حساب قوة الدرفيل أو الرول فورس اللي هي الـ F كابيتال المطلوبة للحفاظ على الفصل بين الدرفيلين من خلال تكامل ضغط درفيل واحد كما هو موضح في الشكل B فوق منطقة التلامس مع معدن العمل والدرفيل. يمكن التعبير عن هذا بالقانون اللي احنا شايفينه قدامنا ده، الفورس او الاف كابيتال ايكوال دبليو في تكامل من 0 ال بي دي ال. طيب تعالى نشوف البي دي فين. البي دي اللي هي الرول بريشر اللي هي موجوده هنا دي، تمام، هي دي اللي هو يقصدها. فبنعمل تكامل طبعا من البدايه للنهايه زي ما هنشوف برده في السلايد الجايه، حيث ان الاف هي قوه الدرفله طبعا بالنيوتن او الباوند، والدبليو دي هي عرض معدن العمل الذي سوف يدرفل بالمليمتر او بالبوصه بالانش، وعندك البي هي ضغط الدرفيل او الرول بريشر دي بتبقى بالميجا باسكال او الباوند بير انش سكوير، وعندك ال هو طول التلامس بين الدرافيل ومعدن العمل بالمليمتر او الانش. يتطلب التكامل فترتين منفصلتين، واحدة لكل جانب من النقطة المحايدة، يعني احنا بنكامل على يمين وعلى شمال النو سليب بوينت. يعتبر التباين او الفاريشن في ضغط الدرافيل او الدرافيل على طول خط التلامس مهم. يمكن الاحساس بهذا الاختلاف من هذا الرسم زي ما انت شايف كده، في هنا النو سليب بوينت في الجزئية دي، ده البيك بريشر، ده اعلى بريشر بيبقى عند النو سليب بوينت، لكن على شمالها وعلى يمينها بيبقى فيه ايه الديستريبيوشن او الانتجريشن بيبقى مختلف زي ما انت شايف كده، تمام. ده الدايركشن اوف رولينج، ده الانترنس وده الاكزيت، تمام. والنقطه دي زي ما قلنا ده النو سليب بوينت. يصل الضغط الى اقصى حد عند نقطه المحايده ويمتد على كلا الجانبين الى نقطه الدخول والخروج. مع زياده الاحتكاك يزداد الضغط الاقصى بالنسبه لقيم الدخول والخروج. مع انخفاض الاحتكاك تبتعد النقطة المحايدة عن المدخل ونحو المخرج من أجل الحفاظ على صافي قوة السحب في اتجاه الدرفلة. خلاف ذلك مع احتكاك منخفض ينزلق العمل بدلا من المرور بين الدرافيل. ده كله باين طبعا ايه في الرسم اللي قدامي. يمكن حساب تقريب النتائج التي تم الحصول عليها بناء على متوسط إجهاد التدفق أو الـ Average Flow Stress الذي تتعرض له مادة العمل في فجوة الدرافيل أو الرول جاب. هذا هو الفورس أو الـ F capital equal Y F bar في W في الـ L، حيث إن الـ Y F bar هي متوسط إجهاد التدفق أو الـ Average Flow Stress، دي بتبقى بالميجا باسكال أو الباوند بير انش سكوير، والـ W L الاتنين مع بعض هي مساحة تلامس الدرافيل بمعدن العمل أو الـ Roll Work Contact Area، دي طبعا بتبقى بالمليمتر سكوير او الانش سكوير. يمكن تقريب طول التلامس من خلال ال L بيساوي جذر ال R مضروب في السكنس قبل ناقص السكنس بعد. يمكن تقدير عزم الدوران التورك في الدرفلة بافتراض ان قوة الدرفيل او الرول فورس تتركز على معدن العمل اثناء مروره بين الدرفلين، وأنه يعمل بذراع عزم أو مومنت أرم نصف طول التلامس اللي هي الـ L، وبالتالي فإن عزم الدوران اللي هو التورك لكل درفيل هو عندي بقى التورك بيساوي نص الفورس في الـ L. الـ L ده اللي احنا قلنا اللي هو إيه؟ طول التلامس. القدرة اللي هي الباور المطلوبة لتشغيل كل درفيل هي نتاج عزم الدوران أو التورك والسرعة الزاوية الـ Angular Velocity. السرعة الزاوية اللي هي 2yn طبعا، ال n دي اللي هي السرعة الدورانية للدرفيل أو rotational speed of the roll، وبالتالي فإن القدرة لكل درفيل هي 2yn مضروبة في t، ده دي اللي هي الباور. بالاستعاضة عن عزم الدوران في هذا التعبير عن القدرة ومضاعفة القيمة لمراعاة حقيقة
ان ماكينه الدرفله تتكون من درفلين عاملين او باور جولز، يتم الحصول على التعبير التالي. يبقى عندنا الباور بيساوي 2 باي ان في الاف في ال، حيث ان البي هي القدره او الباور بالوات او بالانش باوند بير مينيت او بالجول بير سكند، وعندي ال ان اللي هي سرعه الدوران ده روتيشنال سبيد، ده بالريفوليوشن بير مينيت او ب 1 اوفر سكند، وعندي طبعا الاف كابيتال هي قوه الدرفيل او الرولينج فورس دي بالنيوتن او الباوند، وعندي ال هو طول التلامس او الكونتاكت لينس ده بيبقى بالمتر او بالانش. تعالوا ناخد مساله ممتازه جدا على الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده. بيقول لي 300 مليمتر وايد ستريب، يبقى عندي ستريب او عندي جزء معدن، الجزء ده انا هدخله ما بين الدرافيل، الويتس بتاعه 300 مليمتر، يبقى ده الدبليو نوت، تمام؟ وعندي 25 مليمتر ثيك، يبقى ده التي نوت، ده الثيكنس قبل. is fed through a rolling mill، حطيته في مكنة الدرفلة with two power drills ما بين درفيلين each of radius 250 مليمتر، يبقى الار كابيتال اللي هي الراديوس بتاع الدرفيل 250 مللي. The work thickness is to be reduced to 22 مليمتر، يبقى ال 25 اللي هي كانت قبل دي عايزين نقللها تبقى 22، يبقى ال 22 دي اللي هي تي اف is to be reduced to 22 مليمتر in one boss، دي مره واحده at a roll speed 50 revolution per minute، يبقى الرول سبيد او الفي ار عندي 50 ريفوليوشن بير مينيت، تمام؟ ماشي. وبعدين the work material has a flow curve defined by k، الماتيريال اللي بيتعمل لها رولينج دي ليها فلو كيرف، الفلو كيرف ده الكي بتاعه الكي كابيتال 275 ميجا باسكال والان ب 0.15، and the coefficient of friction between the rolls and the work is assumed to be 0.12، يبقى coefficient of friction اللي هو الام او الميو ب 0.12. determine if the friction is sufficient to permit the rolling operation to be accomplished، هل الفريكشن يكفي ان عمليه الرولينج تتم على اكمل وجه؟ if so، لو الفريكشن مناسب يبقى calculate the roll force، يبقى هنحسب الرول فورس والتورك والهورس باور، تمام؟ تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. علشان نحل المسألة دي لازم نطلع أول حاجة draft، يبقى the draft attempted in this rolling operation is draft طبعا السكنس قبل ناقص السكنس بعد، يبقى 25 ناقص 22 يطلع 3 مللي. طيب لو عايزين نحسب the maximum possible draft for the given coefficient of friction، يبقى ال d maximum اللي هو ال maximum possible draft بيساوي ال ميو او ال m square، طبعا ال m او اللي هو ال coefficient of friction كان قايل لنا ان هي 0.12 في ال r capital اللي هي 250 ملم، يطلع عندي ال d maximum ب 3.6 ملم، يبقى هو ده ال maximum possible draft. Since the maximum allowable draft exceeds the attempted reduction, the rolling operation is feasible. طبعا ما دام ال maximum allowable draft بتعدي او اكبر من ال reduction او اللي هو ال draft، تمام؟ يبقى ال rolling operation is feasible، يبقى هتتم عملية ال ايه؟ ال rolling. طيب دلوقتي بقى احنا اتأكدنا ان هي هتتم عملية ال rolling، مفيش مشاكل بناء على ال coefficient of friction اللي هو مدولنا في المسألة. طيب دلوقتي هو كان قال لي تاني طلب ان احسب الفورس والباور والكلام ده. To compute the rolling force, the contact length and the average flow stress اللي هو الواي اف بار are needed. The contact length لما نيجي نحسب الكونتاكت لينث بيساوي ال L بتساوي الكلام ده، ادي ال 250 اللي هي الار كابيتال، السكنس قبل ناقص السكنس بعد يساوي 27.4 ملم. وعندي الواي اف بار اللي هي الافريج فلو ستريس از ديتيرمايند فروم ذا ترو سترين، عندك الترو سترين بتساوي لين السكنس قبل على السكنس بعد بيساوي الكلام دوت، تمام؟ هاخد الكلام ده، عندك الواي اف
بار بتساوي ايه؟ السترين هنا باور اللي هو الاكسبوننت اللي هو الان سمول البوينت 15، وال275 دي اللي هي الكي كابيتال هو مديهاني في المساله ومديني الان ديت، وانا طلعت هنا الابسلون اللي هي الترو سترين على 1 بلس الان، 1 بلس الان عندي الان ببوينت 15، ف1 بلس الان تطلع 1.15، يطلع في الاخر 175.7 ميجا باسكال. بعد كده المفروض احسب الرولينج فورس، فبنقول ان الرولينج فورس از ديتيرمايند فروم الاف بتساوي ال 175.7 دي اللي هم الواي اف بار، تمام، مضروبه في ايه؟ مضروبه في الدبليو في ال W دي اللي هي الويتس قبل اللي هم 300، والال دي الكونتاكت لينس اللي هي 27.4 اللي انا حسبتها في السلايد اللي فاتت، فيطلع الكلام بالشكل ده كده نيوتن، الوحده نيوتن، تمام. دلوقتي هنجيب التورك، التورك required to drive each roll is given by التورك بيساوي نص في ال F اللي احنا طلعناها من هنا في ال L اللي هي الكونتاكت لينس اللي هي 27.4، تمام. بس خلي بالك ان 27.4 في 10 باور نيجاتيف 3 علشان يطلع الوحده في الاخر بنيوتن متر، تمام. يبقى انت كده ايه عندك 19786 نيوتن متر. طيب عايزين بعد كده بعد ما طلعنا الفورس وطلعنا التورك يبقى عايزين نطلع الباور. The power is obtained from الباور بيساوي 2 by 2 by ماشي n في ال f في ال l، تمام. طبعا ال f احنا جبناها وال l جبناها من السلايد اللي فاتت، يبقى عندي كمان ال n اللي هي ال 50. الكلام ده كله لما اضربه في بعضه يطلع بالشكل ده كده نيوتن متر بير مينت، احول المينت دي احولها لسكند فيطلع لي الشكل ده كده نيوتن متر بير سكند. ليه حولته لنيوتن متر بير سكند؟ عشان هي دي الوحده اللي هي الوات، تمام. طيب علشان الوات ده اعرف احسه فبحوله لهورس باور عشان اعرف قد ايه. For comparison convert this to horse power noting that ال 1 horse power بيساوي 745.7 وات، فاقدر اقسم الرقم اللي فات ده على الكلام ده يطلع لي 278 horse power، كبير جدا. يمكن ان نرى من هذا المثال ان القوة الكبيرة والقدرة مطلوبة في الدرفلة، ان القوة والقدرة الكبيرة مطلوبة في الدرفلة. يمكن تقليل القوة أو القدرة في درفلة شريط بعرض معين ومواد العمل بأي مما يلي، علشان أقلل القوة والباور أو القدرة لازم أعمل الحاجات دي. أولا استخدام الدرفلة على الساخن بدلا من الدرفلة على البارد لتقليل القوة والتسلط الانفعالي اللي هي الكي كابيتال والإن سمول لمواد العمل. تاني حاجة تقليل الدرافت في كل تمريرة، أقلل الدرافت في المرة الواحدة وهي رايحة أقلله. استخدام نصف قطر درفيل أصغر، أستخدم النصف القطر بتاع الرول اللي هو الار كابيتال أستخدمه أقل لتقليل القوة عشان يقلل الفورس. استخدام سرعة درفلة منخفضة اللي هي الان اللي هي قلنا بريفوليوشن بير مينيت اللي كانت في المسألة 50 ريفوليوشن بير مينيت، وحولنا طبعا المينيت دي حولناها لسكند عشان في الاخر نطلع ايه الوحده بالوات. فهنستخدم سرعه درفله منخفضه لتقليل القدره او الباور. دلوقتي بقى عايزين نتكلم على العنوان التالت اللي بيتكلم على الشيب رولينج او درفله شكل معين. بص في عمليه الشيب رولينج ممكن تعمل رولينج او درفله لشكل معين زي مثلا الاي بيم. بص هنا في اي بيم اهو وفي دي الرولز او الدرافيل معمولين كده علشان يطلعوا شكل معين اللي هو الاي بيم، وده بص الاي بيم وهو طالع من الرولينج ماشين، وهنا نفس الكلام هنا بيتحط عليه ميه عشان يبرد، تمام. في درفلة الاشكال او الشيب رولينج يتم تشويه المعدن الى مقطع كونتوري محدد. تشمل المنتجات المصنوعة بواسطة درفلة الأشكال أشكال البناء اللي هي الـ construction shapes
زي الاي بيمز، زي قمر الاي بيم، واليو شانلز والال بيمز وهكذا. وفي برضو قضبان او ريلز لمسارات السكك الحديدية والبارات والقضبان الدائرية المربعة. تتم العملية بتمرير المعدن من خلال درافيل لها عكس الشكل المطلوب. معظم المبادئ التي تطبق في الدرفلة المسطحة أو الفلات رولينج تنطبق أيضا على درفلة الأشكال أو الشيب رولينج. أصبحت درافيل التشكيل أو الشيبينج رولز أكثر تعقيدا، ويتطلب المعدن الذي يبدأ عادة على شكل مربع تحولا تدريجيا من خلال عدة درافيل من أجل تحقيق المقطع العرضي النهائي. عندنا برضو الرول باس ديزاين أو تصميم سير الدرافيل، وهو تصميم تسلسل الأشكال الوسيطة أو السيكونس أوف انترميديت شيبس والدرافيل المناظرة، والهدف من ذلك هو تحقيق تشوه متجانس أو يونيفورم ديفورميشن في جميع أنحاء المقطع العرضي في كل انخفاض أو تخفيض أو في كل ريدكشن. وبخلاف ذلك تخفض أجزاء معينة من المعدن أكثر من أجزاء أخرى، مما يؤدي إلى مزيد من الاستطالة أو الإلونجيشن في هذه الأقسام، وقد تكون نتيجة الخفض غير المتجانس أو النون يونيفورم ريدكشن بمثابة إعوجاج أو رابينج وتشقق كراكينج للمنتج المدرفل أو الرولد برودكت. ويستخدم الدرفيلان الأفقي والرأسي على السواء لتحقيق خفض مستمر في مواد العمل أو الشغل. دلوقتي بقى هنتكلم على الرولينج ميلز أو أنواع ماكينات الدرفلة. بص عندك في الصورة اللي فوق على الشمال دي، عندك اهي دي المعدن اللي داخل ده بيخش بفلوستي او الفي نوت دي اللي هي الانيشال فلوستي، والفي اف دي اللي هي الفاينل فلوستي او الفاينل سبيد. يعني عندي التو رولز اللي انت شايفهم دول، دي بتلف اهي كاونتر كلوك وايز بسبيد في ار، ودي بنفس السبيد بس كلوك وايز. المعدن بيخش من خلالهم بسكنس كبير، يطلع منهم السكنس اقل. الكونفيجريشن اللي انت شايفه قدامك او الترتيب دوت ده بيسموه تو هاي رولينج ميل. عندك الصوره اللي تحت ده مثال على التو هاي رولينج ميل، شايف انت فيه هنا ضرفيل اهو متركب، وفي هنا ضرفيل تاني متركب، بيطلعوا ينزلوا بهيدروليك سيستمز، وفي عندك هيدروليك سلندرز اللي انت شايفهم دول، تمام. وده الايه الجسم بتاع مكنة الدرفلة. عندك برضو الصورة اللي على اليمين دي واضحة جدا، عندك هوم درفيلين واحد فوق وواحد تحت، ده برضو اللي بيسموه تو هاي رولينج ميل. برضو عندك هنا بص في هيدروليك سلندر هنا وفي هيدروليك سلندر هنا، وممكن تبقى ايه السيستم ميكانيكال ان هو بيتحرك ميكانيكال. يعني اول نوع عايزين نتكلم عنه اللي هو التو هاي رولينج ميل. تتوفر ترتيبات مختلفة لماكينة الدرفلة، او بتتوفر كونفيجريشنز مختلفة للرولينج ميل للتعامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات والمشاكل الفنية في عملية الدرفلة. تتكون ماكينة الدرفلة الأساسية من ضرفيلين متعارضين ويشار إليهما بماكينة درفلة ذات درافيل مزدوجة عالية اللي هي الرولينج ميل أو التو هاي رولينج ميل. تتراوح أقطار اسطوانات الدرافيل من 0.6 ل 1.4 متر، يعني تقريبا من نص متر ل 1.5 متر. يمكن أن يكون الترتيب ثنائي الارتفاع أو اللي هو الكونفيجريشن اللي هو التو هاي ميل ده، إما عكسيا يعني ريفرسنج أو غير معكوس يعني نون ريفرسنج. في الدرافيل غير العكسية تدور الدرافيل دائما في نفس الاتجاه ويمر المعدن دائما من نفس الجانب. تسمح الماكينة أو الميل العكسية بعكس اتجاه دوران الدرافيل أو الرول، بحيث يمكن تمرير الشغلة في أي اتجاه. يسمح هذا بإجراء سلسلة من التخفيضات من خلال نفس مجموعة الدرافيل، وذلك ببساطة عن طريق المرور عبر الشغلة من اتجاهات متعاكسة عدة مرات. أما عيب الترتيب العكسي أو Reversing Configuration فهو الاندفاع الزاوي أو Angular Momentum
الكبير الذي تملكه ضرافيل الدوران الكبيرة والمشاكل التقنية المرتبطة بها التي تنطوي على عكس الاتجاه. بص عندك في الصورة تاني نوع من أنواع مكنة الدرفلة اللي هو 3 هاي رولينج ميل. في الترتيب الثلاثي العالي توجد ثلاثة درافيل في العمود الرأسي أو الفيرتيكال كولوم، ويظل اتجاه دوران كل درفيل دون تغيير. ولإنجاز سلسلة من التخفيضات يمكن أن يمر العمل من أي من الجانبين من خلال رفع أو خفض الشريط بعد كل عملية تمرير. تصبح التجهيزات في الماكينة ذات ثلاثة درافيل أكثر تعقيداً، لأن هناك حاجة إلى آلية مصعد أو Elevator Mechanism لرفع وخفض العمل. وكما تشير العديد من المعادلات السابقة، فإن المزايا تكتسب في خفض قطر الدرافيل. يتم تقليل طول التلامس أو الكونتاكت لينس مع عمل الدرافيل باستخدام نصف قطر أو رول راديوس أقل، وهذا يؤدي إلى انخفاض القوة وعزم الدوران اللي هو التورك والطاقة اللي هي الباور. الصورة اللي في النص دي بتتكلم على 3 هاي رولينج ميل أو 3 هاي رولينج كونفيجريشن. عندك أهو، في عندك درفيل فوق ودرفيل في النص وفي درفيل تحت. برضو إيه عندك الشغلة بتخش بإنيشال سبيد وبتخرج بفاينال سبيد أو بنسميها الـ V1، وبعدين تطلع منها تخش تاني بين التو رولز اللي هما موجودين تحت او الدرفيلين اللي تحت، بتخش بسبيد اللي هي سبيد 1 بنفس السرعه اللي موجوده اللي خرجت منها فوق، وبتطلع بسبيد 2 او الفي 2. وعندك السبيد بتاعه الرولز ثابته اللي هي الفي ار ده، اهو بيتحرك كاونتر كلوك وايز، اللي تحتيه بيتحرك كلوك وايز، وبعدين اللي تحتيه بيتحرك بكاونتر كلوك وايز. دي الصورة اللي على الشمال، ده مثال لل 3 هاي رولينج ميل. زي ما انت شايف في 3 درافيل اهو، وبرضو عندك الصورة اللي تحت دي فيها 3 درافيل 1 2 3 اهو، واللي بيتحركوا يعني السكنس بتاع الشغلة بتاعتي بنتحكم فيه من خلال هيدروليك سلندرز في الحالة دي، لكن في الحالة دي ممكن يبقى ميكانيكال سيستم. وبرضو عندك في الصورة اللي على اليمين اهو بيتحرك بناء على ميكانيكال سيستم، فوق اهو في تيل نقدر نحرك الرولز فوق وتحت، وكذلك الجزء اللي تحت ده مثال برضو لل 3 هاي رولينج ميل. وعندنا برضو نوع كمان اسمه ال 4 هاي رولينج ميل، ده بيستخدم او بتستخدم ماكينة الدرفلة اللي هي الفور هاي رولينج ميل اربعة درافيل ذات اقطار اصغر لتلامس العمل، واثنين من الدرافيل درافيل الدعم او الباكينج رولز خلفهم. نظرا لقوة الدرفلة العالية، فان هذه الدرافيل الصغيرة تنحرف بشكل مرن او ديفليكت إلاستيكالي بين محاملها النهائية او الاند بيرينجز أثناء مرور العمل ما لم يتم استخدام درافيل الدعم الأكبر لدعمها. الصورة اللي قدامكم فوق على الشمال دي هي دي الفور هاي رولينج ميل كونفيجريشن. عندك فيه درفيلين اهم وبيعدي في وسطيهم ايه الميتال اللي بيحصل له رولينج، ده الانيشال سبيد ودي الفاينال سبيد. عندك فيه رول منهم او درفيل بيلف كاونتر كلوك وايز والتاني بيلف كلوك وايز، تمام. لكن في درفيلين كبار القطر بتاعهم كبير والوول سيكنس بتاعهم كبير برضو، دول بيدعموا الدرفيلين اللي في النص، في درفيل فوق وفي درفيل تحت. بص الدرفيل دوت بيلف عكس ده والدرفيل ده بيلف عكس ده، تمام. الدرفيلين اللي فوق دول اللي هما بيدعموا، اللي هما بيعملوا سبورت للدرفيلين الصغيرين، دول بنسميهم الباكينج رولز او درافيل التدعيم، تمام. عندك تحت اهو في الصورة اللي تحت دي ادي الهاي الفور هاي رولينج ميل كونفيجريشن، ادي الاتنين الصغيرين في اتنين كبار فوقيهم بيعملوا لهم دعم، تمام. ودي رسمة بتوضح جدا ايه الباك اب رول اللي فوق اهو، وده الورك رول ده اللي بيشتغل، وده الورك رول، وبعدين بيجي هنا كمان ايه الباك اب رول، ماشي. المكبس اللي قدامك ده او مكنة الدرفلة اللي قدامك دي في جزء منها ميكانيكال فوق اهو،
فتيل، تمام، وبعدين هنا بيبقى فيه سلندر، ممكن يبقى شغال بالميكانيكال سيستم وممكن يبقى شغال كهيدروليك سيستم. الصورة اللي على اليمين دي توضح لك برضو مكنة كبيرة اهي، ومكبس كبير، ده الدرفيلين اللي هما الصغيرين اللي في النص، ودول الايه الباكينج رولز، تمام، اللي بيعملوا دعم للدرافيل الصغيرة. عندنا في نوع تاني من انواع برضو الكونفيجريشن بتاع الرولينج ميل، اللي هو اسمه الكلاستر رولينج ميل. الكلاستر رولينج ميل هناك ترتيب اخر للدرافيل يسمح باستخدام درافيل اصغر مقابل المعدن، وهي ماكينة الدرافيل العنقودية. يبقى كلاستر دي يعني عنقودي، الكلاستر رولينج ميل اللي هو مكنة الدرافيل العنقودية. عندك في الصورة اللي فوق على الشمال دي، ده بيبين لنا رسم توضيحي بيبين لنا الكلاستر رولينج ميل او مكنة الدرفلة العنقودية. زي ما انت شايف في تو سمول رولز او درفيلين صغيرين هما اللي شغالين، تمام، ومعمول لهم سبورت، مش بقى من درفيل كبير زي الفور هاي رولينج ميل فوق وتحت، لا ده بص درفيلين كبار يمين واخدين يمين وشمال اهو، وفي كونتاكت ما بينهم وما بين الدرافيل الصغيره اللي شغاله، تمام. الشكل ده كده بنسميه كلاستر رولينج ميل او مكنه الدرفله الايه العنقوديه. بص على الصوره اللي تحت دي شكلهم عاملين ازاي، في عندك تو رولز او درفيلين صغيرين خالص، هم دول اللي بيعدي عليهم المعدن، وفي وراه بص كام بقى، واحد ادي 1 2 3 4 5، 3 كبار واثنين اصغر منهم بشويه، دول كلهم بيعملوا ايه سبورت للايه للرولز او الدرافيل الصغيره. فدي بنسميها ايه، شكلها عامله زي الايه، عناقيد كتير، تمام، فعشان كده بنسميها مكنه الدرفله العنقوديه. بص هنا وهو بيصين المكنه وبيغير الدرافيل، بص بيفك الدرافيل الكبيره ويركبها مكانها، بص شكل الدرافيل من جوه عامله ازاي، وشوف الكلاسترز عامله ازاي. بص هنا على ايدك اليمين شوف الدرافيل، مش فقط الدرافيل الكبيره هي اللي موجود عليها اللي بيتطبق عليها فورسز، لا ده حتى الدرافيل اللي هي المتوسطه اللي في النص، وفي هيدروليك سلندرز زي ما انت شايفها اللي لونها اخضر دي، من فوق هيدروليك سيستم اهو، ومن تحت هنا في ايه ميكانيكال سيستم، في جيرز اهو، الجير طبعا مش كامل ربع زي كده، وفي جريده مسننه راكب عليها ايه اللي معشق عليها الجير التاني، بتحرك برضو الرولز دي فوق وتحت، تمام. لتحقيق معدلات انتاجيه اعلى في المنتجات القياسيه، كثيرا ما يتم استخدام ماكينه الدرفله الترادفيه اللي هي التاندم رولينج ميل. يبقى بقى عندنا نوع تاني اسمه التاندم رولينج ميل، دي بنسميها ماكينة الدرفلة الترادفية. هنعرف بالظبط يعني ايه ترادفية دلوقتي. يتكون هذا الترتيب من سلسلة من منصات او حوامل الدرفلة اللي هما بيسموها الرولينج ستانس. وعلى الرغم من ان ثلاثة حوامل فقط تظهر في الرسم البياني اللي هنشوفه دلوقتي، فان الماكينة الترادفية النموذجية قد يكون لها 8 أو 10 حوامل، كل منها يقلل من السمك أو يثقل ويحسن شكل العمل الذي يمر من خلاله، ومع كل خطوة درفلة تزداد سرعة العمل وتعد مشكلة مزامنة سرعات الدرفيل أو السنكرونايزنج بتاع الرولز في كل حامل مشكلة كبيرة. في كل ستاند أو رولينج ستاند الدرافيل اللي بتبقى موجودة فيه إن تعمل لها سنكرونايزنج، فدي بتبقى مشكلة كبيرة. وغالبا ما يتم تزويد الماكينات الترادفية الحديثة مباشرة عن طريق عمليات الصب المستمر أو Continuous Casting. تحقق هذه الإعدادات درجة عالية من التكامل بين العمليات اللازمة لتحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات مكتملة. تشمل المزايا التخلص من التشريب الحراري أو Soaking Bites، وتقلل المساحة الأرضية الـ Space Floor، وقصر الوقت او قصر اوقات التصنيع اللي هي المانيفاكتشرنج ليد تايمز، وتترجم هذه المزايا الفنيه الى فوائد اقتصاديه للماكينه
القادرة على إنجاز عمليات الصب والضرفلة المستمر. عندك الصورة اللي فوق دي بتوضح التاندم رولينج ميل. بيبقى عندك إيه؟ تو هاي رولينج ميل، بس إيه؟ على كذا ستاند، ده أولاني تاني تالت، تمام؟ بيبقى السكنس كبير وبعدين بيقل، وبعدين يخش على المرحلة التانية يقل أكتر، وبعدين يخش على المرحلة التالتة يقل أكتر. بيخش بانيشال سبيد وبيطلع من اول واحده اول ستيج ب سبيد 1، وبعدين يدخل الثانيه ويخرج منها سبيد 2، ويخش الثالثه ويخرج منها سبيد 3. الصوره اللي تحت على الشمال دي بتوريك التو هاي رولينج ميل، بس كذا مرحله، كذا مرحله دي بتعمل التاندم رولينج ميل. والصوره اللي في النص دي بتوضح لك برضو كذا مرحله رولينج ميل، فدي بنسميها التاندم رولينج ميل. وكذلك الصورة اللي على اليمين خالص دي بتوري لك مراحل كتير جدا بيبقى فيه عملية صب مستمر، والحديد المصبوب بيخش على أول مرحلة في التاندم رولينج ميل، وبعدين السكنس بتاعه يقل شوية، وبعدين يخش على اللي بعدها السكنس يقل أكتر، وهكذا. في الجزء ده عايزين نتكلم فيه على other deformation process related to rolling، يعني عمليات أخرى مرتبطة بعملية الرولينج أو الدرفلة. عندنا عملية مهمة جدا اسمها عملية thread rolling. thread rolling هي عملية درفلة أسنان الألوظ. thread rolling تستخدم للتشكيل أو الفورمينج على أجزاء اسطوانية عن طريق درفلتها بين اسطمبتين أو between two dies، وهي عملية تختلف تماما عن عملية قطع أسنان الألوظ اللي هو thread cutting. thread rolling مختلفة عن thread cutting. thread cutting دي تعتبر عملية من عمليات الماشينينج أو التشغيل، لكن thread rolling دي عملية من عمليات الميتال فورمينج أو الرولينج اللي هي عملية الدرفلة، وهي أهم عملية تجارية للإنتاج الضخم للمكونات الملولبة الخارجية أو المتألوظة خارجيا اللي هي الـ External Threaded Components، زي إيه؟ زي المسامير، البولتس، والسكروز. معظم عمليات الدرفلة يتم تنفيذها من خلال التشكيل على البارد أو الـ Cold Working في آلات درفلة أسنان الألوظ أو الـ Thread Rolling Machines، وهذه الآلات مجهزة باسطمبات أو دايز خاصة وهذه الآلات مجهزة باسطمبات خاصة أو دايز تحدد حجم وشكل أسنان الألوظ أو size and the form of a thread. وعندنا برضو الاسطمبتين المستخدمتين في عمل ال thread rolling. عندي اسطمبة نوع اسمه اسطمبة مسطحة أو flat، وفي نوع تاني اسطمبة مستديرة أو round. في المسطحة تتبادل أو تتردد، يعني بيحصل لها ريسيبروكيت بالنسبة لبعضها البعض، أما المستديرة فبتدور أو روتيت بالنسبة لبعضها البعض لإنجاز عملية الدرفلة. الاسطمبتين دول هنشوفهم بالتفصيل في السلايدز الجاية. عندنا السلايد دي بتتكلم على الثريد رولينج ويز فلات دايز، يعني بنعمل عملية تشكيل أو درفلة للألوظات على السلندرز، الأجزاء اللي هي السلندرز باستخدام الفلات دايز أو الاسطمبات العدلة. بص، دي الاسطمبة العدلة الموجودة في الصورة اللي في النص دي، دي المكنة وهي راكب عليها الاسطمبة أهي، المسمار بيبقى هنا في النص بالشكل اللي موجود عندك تحت على الشمال ده، المسمار بيبقى between the two dies، واحدة fixed وواحدة متحركة. وبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل موفينج للداي كده، يروح عامل روتيشن للمسمار وياخد شكل الاسنان دي على المسمار، تمام؟ فيطلع المسمار متقلوز زي الصوره اللي على ايدك اليمين فوق دي، تمام؟ والصوره اللي تحت دي اللي هي صوره توضيحيه المسمار اللي طالع، تمام؟ وعندنا برضو عملية thread rolling with round dies باستنباط مستديرة زي اللي انت شايفها قدامك دي.
في الصورة اللي تحت دي أو الصورة اللي على الشمال دي بتفرق لك ما بين الراوند دايز اللي هي موجودة فوق، أدي هوم تو رولز أو ضرفيلين زي ما أنت شايف، واحد بيلف إيه كاونتر كلوك وايز والتاني برضو بيلف نفس الكلوك وايز برضو، تمام، والمسمار بيبقى ما بينهم أو السطح الأسطواني بيبقى ما بينهم، يقدروا يشكلوا عليه إيه الألوز. الألوز تحت الصورة اللي تحت دي اللي هي الفلات دايز، ده بتوضح لك الفرق ما بين الاثنين. بص على ايدك اليمين دي الراوند دايز في الحقيقة، ودي المكنة وهي راكب عليها الراوند دايز، ودي المكنة وهو راكب عليها السطح الاسطواني او عمود، والعمود هو بيتقلوص بين التو راوند دايز. يمكن ان تكون معدلات الانتاج في درفلة اسنان الالوز او الثريد رولينج مرتفعة، حيث تتراوح ما بين 8 أجزاء في الثانية للمسامير والسكروز الصغيرة، للبولتس والسكروز الصغيرة تتراوح ما بين 8 أجزاء في الثانية، تمام؟ لا تعتبر هذه المعدلات أعلى بكثير من قطع الألوظات أو الثريد كاتنج فحسب، بل وهناك مزايا أخرى أكثر من التشغيل أو الماشينينج. إيه هي المزايا دي؟ عندي أول ميزة استخدام أفضل للمواد، ألوظات أقوى بسبب تسلط المعدن أو الورك هاردنينج، سطح أملس سطح ناعم، مقاومة أفضل للكلل، الكلل ده اللي هو الفتيك بسبب الإجهادات الانضغاطية أو الكومبريسيف ستريسز الناتجة عن الدرفلة. عندنا عملية مهمة جدا برضو اسمها الرينج رولينج أو درفلة الحلقة الدائرية. في العملية دي هي عملية تشوه طبعا، يتم فيها درفلة حلقة سميكة الجدران ذات قطر أصغر إلى حلقة رقيقة الجدران ذات قطر أكبر، ومع ضغط الحلقة ذات الجدران السميكة تتمدد المواد المشوهة مما يؤدي إلى توسيع قطر الحلقة. وعادة ما يتم تنفيذ الدرفلة الدائرية أو درفلة الحلقة كعملية تشكيل على الساخن بالنسبة للحلقات الكبيرة، وكعملية تشكيل على البارد للحلقات الأصغر. تشمل تطبيقات درفلة الحلقة الدائرية أو الدرفلة الدائرية التطبيقات بتاعتها إيه العملية دي؟ أول حاجة القفص الخارجي للمحامل الكروية والأسطوانية اللي هي البول أند رولر بيرنج ريسز اللي هي الأوتر ريس والإنر ريس. وعندنا برضو تطبيق تاني شائع اللي هو الإطارات الفولاذية لعجلات السكك الحديدية أو الستيل تايرز فور ريل رود ويلز. وعندنا في برضو تطبيق تاني اللي هو حلقات للأنابيب أو رينجز فور بايبس، وبرضو بتستخدم في أوعية الضغط أو البريشر فيسلز، وبتستخدم في الآلات الدوارة أو الروتيتنج ماشينري. لا تقتصر الغدران الدائرية على المقاطع العرضية المستطيلة، تسمح العملية بتدوير أشكال أكثر تعقيداً. هناك العديد من مزايا درفلة الحلقة مقارنة بطرق بديلة لصنع نفس الأجزاء. إيه المزايا دي؟ عندي أول ميزة اللي هي توفير المواد الخام. تاني ميزة اتجاه الحبيبات المثالي للتطبيق أو الـ Ideal Grain Orientation for the Application، والتقوية أو الـ Strengthening من خلال التشكيل على البارد. الصورة اللي فوق على الشمال دي بتوري لك الرينج اللي ممكن ينتج بالعملية دي، ده كان ايه وبعدين ما عملوا له رينج رولينج فطلع بالشكل ده كده، بتطلع طبعا اقطار كبيرة او صغيرة، والوول سيكنس بيبقى على حسب التطبيق. ماشي، في عندك تحت الصورة الكبيرة دي العملية نفسها اللي هي الرينج رولينج. اول حاجة كان اهو الرينج كان الوول سيكنس بتاعه كبير وهو اساسا صغير، فباستخدام الايدجنج رولز وباستخدام المين رول وبنعمل فيدنج فبتقلل الوول سيكنس وبتكبر الايه الرينج نفسه، تمام. وفي عندك ايدلر رولر جوه اهو، ده بيساعد على ايه انك تقلل السيكنس بتاع الرينج ده. ماشي، النتيجه طبعا هي الصوره اللي على اليمين دي، ان الرينج كبرت والوول سيكنس بتاعها بقى اقل، فالعملية دي used to reduce the wall thickness and increase the diameter of a ring.
من التطبيقات المهمة جدا للعملية دي، بص فوق كده في النص ممكن تعمل internal gears بالشكل ده كده او تروس داخلية، وفي كمان في صورة على اليمين دي بتوضح لك عملية رينج رولينج او هوت رينج رولينج. العملية دي نفس الصورة اللي تحت، بس طبعا ده ايه يعني تشكيل على الساخن. تمام، عندنا برضو عملية مهمة جدا ليها علاقة كبيرة جدا بعملية الرولينج، ألا وهي الجير رولينج أو درفلة التروس. درفلة التروس هي عملية تشكيل على البارد لإنتاج تروس معينة، تعد صناعة السيارات مستخدما مهما لهذه المنتجات. يشبه الإعداد في درفلة التروس درفلة أسنان الألووز أو اللي هي الثريد رولينج، بتبقى شبيهة ليها، باستثناء إن السمات المشوهة للفراغ الأسطواني أو القرص موجهة بالتوازي مع محورها أو بزاوية في حالة التروس الحلزونية، بدلا من التصاعد اللولبي كما هو الحال في درفلة أسنان الألووز. تشمل طرق الإنتاج البديلة للتروس العديد من عمليات التصنيع. تتشابه مزايا درفلة التروس مقارنة بالتشغيل أو المشينينج مع مزايا درفلة الألووز. إيه بقى المزايا؟ معدلات إنتاج أعلى، قوة أفضل ومقاومة للكلل أو الفتيك، تقليل نفايات المواد أو الويست. في الصورة اللي على إيدك الشمال دي بتوضح عملية الجير رولينج. ده فيه ترسين أهو، أو ده الرولر، ده مش التروس، ده الدرفلين. الدرفلين طبعا معمول عليهم أسنان اللي أنت عايز تعمل عليها الترس، تمام، بنفس أسنان الترس اللي هو البلانك ده. ده هيتعمل عليه الأسنان اللي موجودة على الرولرز أو الدرافيل. تمام، الصورة اللي على إيدك اليمين نفس الصورة، بس طبعا في إيه سائل تزييت. وعندك الصورة اللي تحت دي بتوضح الشغلة أو البلانك اللي اتعمل عليها أسنان الترس بعملية تشكيل طبعا. وكمان ممكن تقدر تعمل نفس العملية، بس إن أنت تعمل ورم جير اللي هو ترس الدودة برضو باستخدام تو رولرز، بس الرولرز طبعا الأسنان الرولرز دول شبيهة بالأسنان اللي هي إيه بتاعت الورم جير. عندنا برضو عملية مهمة جدا ليها ارتباط كبير بالرولينج أو الدرفلة، هي عملية الرول بيرسينج. الرول بيرسينج اللي هو ثقب الأسطوانة، هي عملية تشكيل على الساخن متخصصة لصنع أنابيب غير ملحومة ذات جدران سميكة، اللي هما بيسموها إيه السيملس ثيك وولد تيوب، اللي هي المواسير اللي ما بيبقاش فيها لحام، يعني ما بتبقاش مثلا حتة صاج وملفوفة وبعدين بتتلحم، لا ده الماسورة نفسها ما فيهاش لحامات، ما فيهاش لحامات طولية، وبالتالي بنسميها السيملس تيوبس. عملية الرول بيرسينج دي بقى هي العملية اللي بتعمل السيملس تيوبس، دي عملية مهمة جدا جدا جدا، إنها تستخدم أو إنها تستخدم ضرفلين متعرضين، وبالتالي يتم وضعها من عمليات الدرفلة. تعتمد العملية على مبدأ إنه عندما يتم ضغط جزء أسطواني صلب على محيطه يتم حدوث ضغوط شد عالية في مركزه. إذا كان الضغط مرتفع بدرجة كافية يتم تشكيل صدع داخلي أو internal crack في ثقب الأسطوانة أو في ثقب الأسطوانة، يعني في الرول بيرسينج يتم استغلال هذا المبدأ من خلال الإعداد الموضح. في الصورة اللي تحت دي مبينة عملية الرول بيرسينج، عندك فيه أهي تو رولز، أدي رول أهو ورول أهو، تمام، وأدي الماسورة. الماسورة دي علشان تبقى فاضية من النص أو تتفتح من النص بيبقى راكب ماندريل، الماندريل ده بيشق الماسورة من النص، وده الفينيشد تيوب، التيوب أو الماسورة بتطلع بالشكل ده. تمام، ده التنسايل ستريسز اللي بتبقى موجودة على السلندر أو الستارتنج سلندر. لو تشوف في الصورة اللي فوق أدي ده الماسورة أو التيوب اللي طالعة من عملية الرول بيرسينج، وهنا في الصورة دي نفس الكلام، ماسورة طالعة من عملية الرول بيرسينج، وهنا
واضح ان هو باين في النص اهو الماندرين، تمام. العملية دي مهمة جدا جدا جدا، وساعات بتسمى عملية مانيزمان. مانيزمان دي اول شركة على مستوى العالم تستخدم الطريقة دي. مانيزمان دي كانت شركة بتاعت هيدروليك، فكانوا بيعملوا مواسير الهيدروليك السيملس، فهم اول ناس عملوا عملية الرول بيرسنج دي، وعشان كده سموا البروسيس دي مانيزمان بروسيس. يبقى في العملية دي يتم تطبيق الإجهادات الضاغطة على قضبان اسطوانية صلبة بواسطة ضرفلين، يتم توجيه محاورهما بزوايا طفيفة، حوالي الزاوية بتبقى تقريبا 6 درجات من محور القضيب، بحيث يميل دورانها إلى سحب القضيب عبر الضرافين. يتم استخدام شياق، الشياق ده اللي هو الماندريل، للتحكم في حجم ونعومة الثقب الناتج عن الحركة. يتم استخدام مصطلحات ثقب الأنبوب الدوار أو الرول بيرسينج، وعملية مانيزمان أيضا في عملية صنع الأنبوب هذه، يعني ساعات بيسموها الرول بيرسينج وساعات بيسموها المانيزمان بروسيس. وفي النهاية أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة ديت. إحنا زي ما بقول كل محاضرة، مش بنقول كل حاجة، انت محتاج تفتح كتب وتدور بعمق في كل الحاجات ديت، وفي التفاصيل بتاعتها وفي الحسابات بتاعتها بتاعت كل عملية، مش الفلات رولينج فقط، لا، في الحاجات التانية دي كلها محتاج تبص في تفتح كتب وتتعمق في كل نقطة. وزي ما قلنا احنا بناخد البيزكس بس، لكن الباقي بيبقى عليك انت. اتمنى تكون استفدت استفادة كبيرة من المحاضرة ديت. لو استفدت منها وعارف حد زميلك محتاج يعرف حاجات زي كده، يعني ما تبخلش عليه، اديله اللينك بتاعها يبص عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.